سلام عسولات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كل شيء بخير وعلى خير. نتمنى اختي الفاضله، اول مره الا كنتي اختي العزيزه كتشوفي القناه ديالي، كنتمنى تشتركي معايا المرضيه فضلا وليس امرا. طبعا الى عجبك المحتوى ديال القناه ولا بغيتي تعرفي القناه شنو فيها تساري، وان شاء الله غتلقاي غير اللي عجبك ان شاء الله بحول الله. وخليوا لنا اللايك البنات، خليوا لنا اللايك، كتكون المشاهده وما كديروش اللايك، الله يسهل عليكم، ديروا لنا اللايك جزاكم الله كل خير. اليوم عزيزتي غندير معكم كريمه ديال القهوه اللي غنوجدها غير بهاد كاس الماء والسكر كلاص، كاس ما عامرش كيف كتشوفوا، كاس ما عامرش ديال السكر كلاص ومعلقه ديال القهوه كبيره حتى هي ما عامراش على هاد العبار هذا. وغنطلعوا واحد الكريمه ديال القهوه ان شاء الله اللي نقدروا نديروها مع القهوه، نقدروا نديروها نستخدموها بحال الكلاص، كتجي رائعه جدا ملي كتجمع كتولي بحال الكلاص، نحتفظ بها في الفريغو، نقدر نزيد معاها الناطه مونطاده ونطلعوا الناطه ونديروا بها الحلوه، يعني نديروا بها بزاف الحوايج. هاد الكريمه اللي غنديروا، بقاو معايا نشوفوا الطريقه اللي غنديروا لهاد الكريمه هذه ان شاء الله بحول الله. غير جربوها، والكاس خاصو باش ما ننساش حيت بزاف المرات كنسى شي حاجه ما كنقولهاش، الكاس خاصو الماء يكون بارد والطراب يكون بارد وفين غطربو حتى هو يكون بارد قبل ما تستخدموهم، دخلوهم للثلاجه ويبردوا عاد استخدموهم. دابا غادي نبداو ان شاء الله غنشرعوا في الكريمه. بسم الله نبداو على بركه الله. غندير الماء وغادي نزيد عليه السكر وغنزيد عليه، مساله سهله جدا ان شاء الله وغتطلع معكم بهذه الطريقه، غادي تصدق لكم الا جربتوها. وغادي نبدا نطرب بالطراب، انا غادي نصوت باش ما نصدعكم، صافي كنبقى نطلع هكا كنبقاو بهذه الطريقه حتى كتطلع. غادي باش ما نصدعكمش غادي نطرب ونرجع معكم. هانتوما عزيزاتي كيتضاعف الحجم ديالها، وغادي نبقى ونزيد غادا وكنطرب. كما كتشوفوا عزيزاتي كنبقى نطرب هكذا، كيف كتشوفوا كنحصلوا على هذا القوام هذا ديال هذه الكريمه ديالنا. كيف كتشوفوا غير كاس ديال الماء خرجت لينا هذه الكريمه كلها. نتوما الا ما كتبغوش المروره بزاف ديال، ما كتبغوش القهوه تكون المذاق ديالها حار بزاف، هانتوما شدات معنا الكريمه كتجي رائعه بزاف. ديروا عشق صغيره ديال القهوه وزيدوا السكر، انا درت غير كاس ما عامرش، نتوما ديروا عشق صغيره ديال القهوه اللي ما كيبغاش حار بزاف، انا تتعجبني داك المروره ديال القهوه درت عشق كبيره. المهم لما بغيتوهاش تجيكم حاره بزاف ديروا غير عشق صغيره، وغادي يطلع لكم وكاس ديال الماء بارد، يكون بارد كيف قلت لكم الا بغيتوها تطلع بهذا الشكل هذا وتجيكم القوام ديالها هكا. هادي راه دابا غيجينا كلاص رائع، غنديروه في الثلاجه وغادي نبقاو ناكلوه مره مره. وكيف قلت لكم تقدروا ديروها مع ناطا وديروها في الحلويات في لي طارت، يعني كتجي بهذا الشكل الرائع، كيجي القوام ديالها هكذا. غير كاس الماء عطانا هاد الكريمه كلها وسهله سهله. الا بغيتو تنجح معاكم تبعوا غير الطريقه اللي درت انا دابا، كيف قلت لكم ديروا الماء يكون بارد، الماء يكون بارد بزاف وهذا وصافي، واللي هادو اللي غطحنوا بهم حتى هما يكونوا باردين، وهذا اللي غطحنوا فيه حتى هو يكون بارد. وغتعطيكم هذا الشكل الرائع ديال الكريمه، انتم كي كتشوفوا كريموسه. انا دابا عندي هنايا كويس ديال القهوه غنديرها مع، كتعجبني هذه الكريمه هذه مع القهوه، كنديرها مع القهوه هكا، كندير واحد المعلقه وكنديرها مع القهوه، كتجي رائعه جدا. وكان هذا هو الفيديو ديالي، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، الى عجبكم خليو لنا اللايك، والى وصفه قادمه ان شاء الله. ودائما مع ام زكريا الوصفات الرائعه والسريعه
وكيف كتشوفوا هذه بمواد قليلة يعني خرجنا هذه الكريمة هذه. ومع السلامة عزيزاتي.